طلاب الصف الرابع. اليوم بإذن الله سوف نتحدث في هذا المحور عن أحد المعالم الموجودة في سلطنة عمان. من الأهداف في الدرس التي سوف نتحدث عنها هي: 1- يحدد موقع المساجد على الخريطة. 2- يحدد الفترة التاريخية لبناء المساجد في عمان. 3- يقدر الأدوار التي يقوم بها المسجد في المجتمع العماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف في هذا المحور إلى المساجد في وطننا عمان والأدوار الحضارية التي تقوم بها منذ القدم. سنتعرف أيضا إلى عاداتنا وتقاليدنا العمانية الأصيلة ودورنا في المحافظة عليها، بالإضافة إلى أهمية السبلة العمانية ودورها في المحافظة على أهم تلك العادات والتقاليد منذ القدم. يعتبر مسجد المضمار من أقدم المساجد التاريخية، وهو الأول في عمان، حيث بناه الصحابي الجليل مازن ابن غضوبة الذي عاد إلى ديار مسلم بعد زيارته للنبي صلى الله عليه وسلم، وشيد المسجد في السنة 6 للهجرة، ما جعله سببا لانتشار الإسلام في تلك المنطقة، ويقع في ولاية سمان، وقد رمم في عام 1979 بالتصميم المعماري والهندسي نفسه الذي تأسس به كقسمين: الأول يضم أماكن الوضوء والخدمات، والثاني مكونا من المصلى وله بابان، أحدهما لدخول مكان الوضوء والثاني بابا مصلى لنفسه. رأينا الفيديو السابق، الآن نقوم بالإجابة عن الأسئلة التالية: الصحابي العماني الذي بنى مسجد المضمار مازن ابن غضوبة، الولاية التي يقع فيها مسجد المضمار ولاية سمائل، أصف شفوياً الملامح العمرانية لمسجد المضمار.
صديقه سيف لأداء صلاة العصر. جمعت في جامع سلطان قابوس الأكبر بولاية بوشهر، وبعد صلاة دار الحوار الآتي: أخبرني يا سيف، هل زرت هذا الجامع من قبل؟ لقد زرت مساجدا كثيرة في ولايتي، ولكن هذه زيارتي الأولى لجامع السلطان قابوس الأكبر. يعد هذا الجامع من الجوامع الحديثة في بلادنا عمان. إنه جامع ضخم وجميل، وقد أعجبتني الزخارف والنقوش التي تتميز بها أركان الجامع وكذلك المكتب. لقد اهتمت حكومتنا الرشيدة ببناء المساجد والجوامع في مختلف ربوع وطننا عمان، وتميزت تلك المساجد باتساعها ووجود النقوش والزخارف الإسلامية فيها. مساجدي أدوار كثيرة، منها المساجد دور عبادة تستخدم لتأديد الصلاة، وأيضا تقام بالمساجد دروس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. أيضا يتعلم الناس علوم أخرى في المساجد غير علوم القرآن. أخيرا استخدام المساجد في القدم كمكان لمناقشة أحوال المجتمع وشؤون بنا. يا أصدقائي، نساعد محمدا في كتابة مقترحات أو الدور الذي يقوم به في عمارة المساجد في وطننا عمان. أولا تلاوة القرآن الكريم، ثانيا إعماره بالذكر والعبادة والتسبيح والاستغفار، ثالثا إقامة دروس العلم وحضورها. تزخر عمان بالكثير من المساجد التي تم بناؤها منذ القرن الأول بعد هجرة الرسول إلى المدينة المنورة، ويعد مسجد المضمار نقطة البداية لانتشار المساجد وعمارتها في وطننا عمان. وقد تطورت عمارة المساجد من بناء بسيط ذي المساحة الصغيرة إلى المساجد التي تتميز بمساحتها الواسعة ووجود المآذن والقباب والزخارف الإسلامية. موضوعنا: بماذا استفدتم من درسنا لهذا اليوم؟ أولا افتخار بالتراث المعماري الديني الذي بناه أجدادنا، أيضا التزامنا بالهدوء في المساجد والحصول على نظافته. أيضا للمسجد أدوار عديدة، منذ القدم فهو دور عبادة وتعليم ثقافة، وأخيرا للمسجد مدرسة دينية وأخلاقية تسهم في بناء المجتمع والمسلمين.